نحن كحزب خرجنا من هذه الحكومة لأنه تبين لنا بالملموس أننا يستحيل أن نطبق برنامجنا الانتخابي الذي دخلنا من أجله. فالآن لا يسعنا إلا أن نتمنى كل التوفيق والنجاح لهذه الحكومة. الأيام المقبلة القليلة سوف تبين لنا مدى نجاعة هذا البرنامج، ولكن الحكومة بدأت بواحد التعطر لأنه على الأقل خاص يكون صريح ديال رئيس الحكومة أمام البرلمان، لأنه لا يعقل أن خرجنا احنا واحد الحزب كان في المعارضة ودخل الآن وكان كيصوت ضد البرنامج الحكومي والآن دخل الحكومة. هذا شيء غير معقول بغض النظر على واش دستوري ولا غير دستوري، هذا مسألة غير معقولة، لأنه هناك برنامج جديد يجب أن تواجه الحكومة، أن يكون لها ما يكفي من الشجاعة أن تواجه البرلمان اللي هو مؤسسة دستورية ببرنامجها الجديد. من طبيعة الحال لها أغلبيتها سوف تصوت على ذلك، ولكن المهم لا يجب احتقار الرأي العام المغربي، خاص يجوا أمام الرأي العام ويقولوا احنا وحزب الاستقلال يكون على يقين أنه سوف يساهم ويدافع على كل برامج التي هي في صالحنا. احنا خدينا الموقع ديالنا من المعارضة لأنه مؤمنين به، لأننا احنا فضلنا نصطفوا إلى جانب الشعب، لا يهمنا أن يدخل أحد ويخرج أحد، اللي مهم هو القناعة ديالنا خاصنا نبقاو معها. لما شفنا بأنه الطريق اللي مشات فيها الحكومة والأغلبية ديالها والحزب الأغلبي ديالها ما غادي يجعل الطريق صحيح، فضلنا الانسحاب إلى المعارضة. المهم احنا كنتمنوا الحكومة النجاح وسوف نساندها ما دامت على الطريق الصحيح، وإن زاغت فسوف نعمل ما يجب عليه.